لا كانت مباراة مليحة، كنا مليح حتى لبونوغاسو. بونوغاسو عينا فيزيكمون، بينا ملاعبين أكثر منا لي ماتش، حنا رانا عاد كي بدينا، حنا لاعبين غير سام ماتش، مي معليش الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. دوك كونسونطاسيون ماكسيمال كاع الشامبيونات تاعنا، إن شاء الله نديرو اللي علينا وعلى الله. بزاف، حنا عاد كي بدينا هما بادين قبلنا ملاعبين 11 ماتش، حنا رانا لاعبين عاد سام ماتش. بلي ماتش اميكو انا واصلين هاد 8 ماتش ولا هذيك هي. بون الحمد لله وفقنا ربي، جات تسمى كوب دالجيريا هذه تسمى ما تربحش، مستحيل تلعبها ما تربحها بوك. الحمد لله وفقنا ربي نروح للاصوات الاضافيه وين حسبنا النتيجه في الاصوات الاضافيه ان شاء الله. بون باينت فيكتوار تسمى تجي فيكتوار ان شاء الله، نكملوا في هذه السلسله ايجابيه ان شاء الله ونكملوا نجيبوا شامبيون السنه الجايه نربحوا ان شاء الله. بون تقدر تقول تسمى الحمد لله تسمى القرعه تسمى حبتنا تسمى ما جالسين نديرو تسوفي ان شاء الله تسمى مع امن الاربعاء ولا امن البريكه ان شاء الله ما نزيد نحققوا التاهل ثاني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اول شيء نحيي فريق رائد غربان غرب وهران على الضيافه وحسن الاستقبال في بدايه المقابله وطيله اطوار المقابله. بالعوده الى مجريات المقابله عشنا فيها جميع اللحظات سواء من ناحيه الفرح من ناحيه الخوف من ناحيه الحماس. كان لربما فريق غرب وهران ند لنا خاصة في الشوط الثاني، كانت لنا عديد فرص في الشوط الأول سجلنا منها فرصتين وضيعنا عديد فرص لربما كنا قدروا نسهلوا علينا المقابلة، لكن هذه مقابلة الكأس دائما كل فريق يحاول يمد أقصى ما عنده ويمد ويشرف المدينة نتاعه. بانتعاش المباراة بالتعادل 2-2 أظن أنه العامل البدني وكذلك الصفاء الذهني للاعبين خلانا نرجع في المقابلة. ريتم المقابلات اللي كنا فيها في ناحية البطولة والكأس تقريبا 10 مقابلات، في حين رائد غرب وهران عندهم 3 مقابلات على ما أظن، كان يخلق هذا الفارق، نوعية اللاعبين كذلك خلقت فارق. لكن على كل حال المهرجان الأهداف الدقائق الأخيرة أهداف كاملة، نقول الحمد لله يا ربي على هذا الانتصار وتقدم للدور المقبل إن شاء الله اللي ربما راح نواجه فيها مولدية باريكا، نحاولوا أكدوا الاستفاقة تاعنا ونكونوا دائما في المستوى. شوف اللقاء تاع اليوم النجم نقسم على شوطين، شوط فيه 90 دقيقة وين لعبنا كنا ند للند مع فريق الخروب وين استطعنا نعدلوا النتيجة في مناسبتين، وين 90 دقيقة كملت 90 دقيقة 2-2 واللاعبة كانوا مشكورين بذلوا مجهودات كبيرة مع فريق عنده خبرة، فريق راه لعب 8 تاع لي ماتش تاع الشامبيون في لا ناسيونال دو ما يخفالكش المجموعة الشرقية مجموعة قوية. حنا لعبنا الشامبيون رانا لاعبين انسل ماتش تاع الشامبيون بدينا السيمانة اللي فاتت، دونك رانا عندنا مونك سو لو بلون فيزيك وسي لو بلون كومبيتيسيون. ان شاء الله انا جوار شكرتهم في الفيستير وين داروا مقابله كبيره في 90 دقيقه كملنا 2-2، لكن فارق الخبره وفارق التعب اللي ظهر على اللاعبين تاعنا وين قدرنا نكملوا المباراه بصعوبه كبيره وين تبليسوا لنا لي جوار ما قدرناش نواجهوا الخصم هذا اللي هو فريق عنيد اللي نتمنى له ان شاء الله يدير بطوله كبيره في المجموعه الشرقيه ان شاء الله، ونتمنى الاشبال تاعي يكونوا داو خبره من لعابه تاع الخروب من المباراه هذه، ونشكر ما ننساوش نشكر التحكيم اللي كان في المستوى. زير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.